السلام عليكم يا أصحاب. هناك بعض التسريبات حول سكين كيلي وسكين كايا. سكين كيلي سوف يكون 5 نجوم وليس 4 نجوم، وسوف يكون له أنيميشن خاص به. وسكين كايا سوف يكون 4 نجوم وليس له أنيميشن خاص به، وأيضا سوف يكون مجاني لفترة محدودة يا صديقي. حاول أن لا تضيع هذه الفرصة واكتب لي رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة. سلام.